معانا النهارده في مؤتمر كارديو اليكس الاستاذ الدكتور احمد مجدي. ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك؟ اهلا وسهلا، انا اسمي احمد مجدي، انا استشاري القلب في معهد القلب وعضو مجلس اداره جمعيه القلب المصريه. اهلا بحضرتك. وعضو مجلس اداره جمعيه القسطره الامريكيه قبل كده. اهلا بحضرتك يا دكتور. ممكن حضرتك تكلمنا عن برنامج مقاومه الازمات القلبيه والكسور الشرايين التاجيه؟ هو النهارده في جلسة هتتعمل في المؤتمر، احنا بنشكرهم على دعوتنا، هنعمل جلسة عن الكومبات ام اي اسكيميا كلاب. هو البروجرام ده هو تعليمي عن الهارت اتاكس اللي هي الازمات القلبية، بقاله حوالي 12 سنة دلوقتي، وهو بيناقش كيفية التغلب على الازمات القلبية باكتشافها وعلاجها ومنع الاصابة بيها، الاساليب الحديثه في علاج الازمات القلبيه بالقسطره القلبيه والعلاج اللي هي القلب التداخلي، الادويه الحديثه. بيتكلم برضو عن الحالات القلب الحاده اللي هي اكيوت كارديا كير، اللي هي الامرجنسي او الطوارئ بتاعت القلب. النهارده هنعمل جلسه هتبقى حوالي ساعه ونص، اشترك فيها حوالي 18 دكتور ما بين اللي هم يقدموا حالات او يقدموا محاضرات او هي مديريه الجلسه. بنتكلم على الازمات القلبيه بانواعها، جلطه القلب، في حاجه اسمها ستيمي ونون ستيمي، بقى في حاجه اسمها قواعد ارشاديه في علاج الازمات. وبعدين هنقدم حوالي 6 حالات، حالات فيها تشالنجز وكيفيه التغلب عليها بالقسطره القلبيه التداخليه. فده النهارده البروجرام هيبقى على كده ان شاء الله. طب ممكن حضرتك تقول لنا ايه الاسباب اللي بتؤدي الى ازمات قلبيه؟ هو يعني انا لما بدانا مع زمايلي عملنا البرنامج بتاع كومبات ام اي ده سنه 2007، هو كنا لاحظنا ان هو لما بنسافر بره وبنرجع بنلاقي ان عندنا الازمات القلبيه رغم ان هي بره او قصور الشرايين التاجيه قلت في العالم الغربي نتيجه الكنترول على عوامل معينه، ان احنا ما زلنا في مصر ان بالعكس هو بيزيد. وحاولنا نعرف الاسباب وعملنا ستاديز، عملنا ابحاث وسجلنا مثلا رسائل عشان نعرف الاسباب دي. فهي الاسباب اللي تؤدي هي معروفه، اللي هي مثلا التدخين، وده للاسف لسه موجود في مصر طبعا، ارتفاع ضغط الدم، البول السكري اللي هو السكر يعني، الكوليسترول وزياده الدهنيات في الدم، الاوفر ويت الوزن زياده، العوامل الوراثيه، قله الحركه، ما فيش اكسرسايز. الحاجات دي لما تجتمع، لو واحد مثلا مريض بيدخن وكمان عنده سكر، فهو بدل ما مثلا التدخين بيزود الإصابة بالأزمات القلبية مرتين والسكر بيزود مرتين، هيبقوا الاثنين مثلا مع بعض 10 مرات. فإذا هي كمان التأثير بتاعها سيناجيستيك نيجاتيف، يعني كل ما تزيد العوامل الخطورة دي. فلو أنت تخيلتي إن هو عندنا الإصابة في الشرايين التاجية في مصر، عندنا الافرج ايج الناس بيجي لهم عندهم، يعني عندنا 15% من المرضى تحت 45 سنه، في حين نفس النسبه دي بره حوالي 2%، يعني عندنا 15%. فاذا السن عندنا لو تحت 45 سنه او السن الواحد اوريدي بدا يخلص تعليمه وبدا في الكارير بتاعته بيشتغل يصاب بالازمات القلبيه. الازمات القلبيه اللي بتحصل لو هي ما اكتشفتش بسرعه واللي عنده جلطه في القلب اتعالج بسرعه وراح المستشفى فتحوا له الشريان، ففي نسبه وفيات عاليه جدا تصل الى حوالي 30-40% لو هي ان دايجنوز ما اتشخصتش. الفرق بيننا وبين العالم الغربي ان احنا ما زال التدخين موجود عندنا بنسبه عاليه، دلوقتي بنلاقي الكافيهات في كل حته والمشكله الاساسيه بتاعتنا حاجات اساسيه، وللاسف كمان ستات والرجاله بيشربوا والبنات والاولاد بيشربوا. ما حدش بيقيس ضغط الدم الا لما يحصل مضاعفات من ضغط الدم، يبدا يشتكي بمشاكل من ضغط الدم. ما حدش بيقيس الكوليسترول بتاعه الا بالصدفه. السكر نسبته عاليه لان هي الناس بياكلوا فاست فود، بياكلوا اكلات بره البيت كتير، فسكر نسبته عاليه. الوزن بعد ما كان الناس بيمشوا بيعملوا رياضه او حتى من غير رياضه بحياتهم اليوميه فيها مشي، ما بقاش في اي رياضه او الوزن زايد مع قله الحركه. كل العوامل دي كلها لما تجتمع مع وجود ان الناس اللي عايشين في مدن كبيره زي القاهره وزي اسكندريه فيها ملايين، وبالتالي فيها طبعا تلوث بيئه من العوادم، من السيارات، من الزحام، من الاسترس، كل ده كله بيؤدي الناس الى ازمات قلبيه. اكيد حصل ازمات قلبيه، ف
في اي حتة في العالم بقى فيه بروجرامز. وهو هنا برضو احنا كنا فكرنا في الموضوع ده من سنين طويلة، وبعدين جمعية القلب الأوروبية عملت حاجة اسمها ستنت فور لايف، والمفروض هو الدكتور محمد صبحي، الدكتور محمد صبحي اللي في الفترة كان متوليه، يعني هو حاول يعمل في يجتهد ان هو يكون يحاول ينسى عادة الأولى اللي عنده جلطة في القلب نعمل. وده كان تفكيرنا زمان، احنا قدرنا نعمل إدوكيشن بروجرام نعلمنا الدكاترة يعملوا ايه. اللي عنده أزمة قلبية خلال 90 دقيقة بالكثير، المريض ده من أول ما يشتكي لغاية ما هو يروح المستشفى ويدخل القسطرة وبتاعه الشريان ما يعديش الوقت أكثر من 90 دقيقة إلا في الحدود ضيقة جدا. عشان يتغلبوا على كده عملوا هما استراتيجيز، وهي مش شاملة الدكاترة. الدكاترة يمكن أسهل حاجة الدكتور اللي بيعمل قسطرة تداخلية كتير بيعرف يتصرف إزاي، لكن أهم حاجة المريض يوصل له، إن هو المريض يتشخص وفي عربية إسعاف بتاخده وما يروحش لسه الاستقبال حد هيكشف عليه والدكتور مثلا باطني الاول عنده دكتور قلب، لا ده هيطلع القسطرة على طول. وانس ان هو المريض اللي عنده الم في صدره، ودي النصيحه بنقولها للناس دايما، اللي عنده الم في صدره والالم ده قعد فتره اكتر من 10 دقائق سواء هو عنده القلب قبل كده او دي اول مره تحصل له، اطلع المستشفى على طول، ما ينتظرش يروح للدكتور يكشف عنده بالليل او حاجه، لا هو يروح المستشفى يعملوا رسم قلب خلال 10 دقائق. اذا اكتشف ان هو فيه غلطه في القلب المفروض هو يستحسن طبعا، لو السنتر ده كبير في قسطرة هيطلع على غرفة قسطرة على طول. هما بقى بره عملوا حاجة أحسن، اللي هو المريض اللي عنده قلب في صدره بتروح له عربية إسعاف خلال 10 دقايق مثلا، وعملوا رسم قلب أون سايت وهو في عربية الإسعاف، بعتوها للمستشفى أو السنترز، عربية الإسعاف هناك الأمبلانس متصل بالسابق شبكة نتورك كبيرة، اكتشف خلاص إن هو عنده غلطة في القلب، هيشوفوا أقرب مكان يكون فيه قسطرة والمريض هيتوجه ريروتنج، هيروح على المكان ده يكون الناس ريدي هناك هيدخلوا، بحيث ان هو كل الوقت من ساعة ما بدا يشتكي لغايه لما يفتحوا الشريان المفروض هي 90 دقيقه الى 120 دقيقه. ايه فائده الكلام ده؟ دول الوفيات كلها بتحصل في اول ساعتين. ليه؟ عشان يحصل اضطراب نبض القلب في الاول، وعلشان المريض لو جاله اضطراب نبض القلب ده ممكن يتوفى، فلازم يبقى فيه كارديو بيرجن او هي الصدمات الكهربائيه. الحاجه الثانيه اللي غير كده كمان عشان نحافظ على عدد الحرق، كل ما عدد في القلب ما يوصلش الدم في التراك كل ما يعدي عليها ساعتين ثلاثة، كل ما الاحتمال ان يحصل دامج في عضلة القلب يبقى المريض ممكن ما يعيش، بس عنده عضلة قلب ضعيفة بقى عنده. فدي الأسباب كلها، ودي دور المراكز الطبية الكبرى، دور المجتمع، دور الدولة طبعا عاملة فيها يعني بروجرامز كبيرة. نتمنى ان هو الأوتكم يبقى عندنا أحسن إن شاء الله. ميرسي يا دكتور، وسعدنا بلقاء حضرتك النهارده، والدكتور كان معانا في كارديو اليكس. ميرسي جدا، اشكركم على دعوتي، واشكر دكتور محمد صبحي والاساتذه في جامعه اسكندريه.